المحاضرة اللي فاتت كنا وقفنا مع بعض بعد ما ابتدينا نتكلم على السي في سكانينج على الالجوريزمز المختلفة بتاعت السي في سكانينج. فشوفنا أول تكنيك اللي هو كان فيرست كام فيرست سيرفيس، شوفنا ازاي بيشتغل، وحتى قلنا ان هو ايه شغال ايه نمبر انف مش كده، وعنده بس ظاهره الايه الكالر افكت اللي هي لو جت بروسس كبيره في الاول ممكن تعطل الصغيرين اللي بعديها عشان كتير. ده على طول نقلنا الايه قلنا التكنيك الثاني هو شورت جوب فيرست، بمعنى ان انا اخد الايه الجوب الاقصر اخش الاول بغض النظر هي جت امتى، يعني قصدي ايه ممكن يبقى في حد جاي قبليها بس اكبر، لا هاخد الاصغر الاول. وقلنا ساعتها طبعا طبقنا المثال كده مع بعض وقلنا بس ازاي، وده قلنا ده اوبتيمال بدون تفاهم كده وفعلا ده طلع احسن نتائج ممكنه بالنسبه للافريج ويتنج تايم، لكنه هيبقى عندنا مشكله ازاي نقدر نعرف البروسيس دي ناويه تقعد قد ايه على البروسيس. ولو قلنا نستعين بان البروسيس نفسها تحدد لي طبعا ممكن يحصل ايه يعني قيم مش سليمه. فده بعد ما شرحنا الاكزامبل كده حاجه زي كده قلنا لا احنا لازم نفكر ازاي تتعمل، والا التكنيك ده هيبقى مناسب على الورق لكن ما نقدرش ننفذه على ارض الواقع. خلاص؟ فكانت من افكار ابتدينا هنا بيتكلموا بقى، طبعا احنا كنا وقفنا عند السلايد دي في المره اللي فاتت، وهنتكلم النهارده ممكن يعني ازاي يحددوا اللينس بتاعت النكستيريو بورست لكل بروسس. فكانت من ضمن الاراء الافكار اللي موجوده ان انا بعمل استيميشن للتايم اللي هتعود البروسس المره دي على الهيستوري انها في اخر مره كانت موجوده على البروسيسور. طبعا المفروض ان البروسس زي ما قلت ايه تشتغل شويه على البروسيسور وبعدين تروح تعمل ايه متعاوض تخش شويه وهكذا. فالفكره ان انا اعمل استيميشن بناء على المره اللي قبل كده كانت عامله ازاي البروسيس دي لما اشتغل على البروسيس. فده كان ايه الفكره اللي موجوده انه ايه اعمل استيميشن اهوت الليت بناء على البريفيوس وان اهو. خلاص الحكايه طبعا ديت بريدكشن، وطالما بريدكشن ممكن يبقى سليم وممكن ما يبقاش ايه سليم. فمعتمد على ايه؟ على مجموع حسابات اهيت. الحسابات ديت لو انا افترضت انه مثلا التي ان ده الاكتوال تايم او الاكتوال سي فورست في المره ان، فانا عايز احسب دلوقتي بريدكشن للمره ان بلس 1 هيبقى عامل ازاي؟ اوكي؟ فقالوا نعمل ايه؟ عملوا معادله زي كده. المعادله ديت بتقول لي ايه؟ طبعا التي اللاتينيه ديت اللاتين تي ديت هي الاستيميشن، والتي العاديه ديت طبعا دي لاتين برضك بس يعني دي يعني ممكن ايه؟ ايتاليك دي ممكن نقول دي لاتين تي ودي ايتاليك تي. فالايتاليك تي ديت هي الايه؟ الاكتوال، واللاتين تي ديت هي الايه؟ الاستيميشن. فقال لك هعمل الاستيميشن في الان بلس 1 عباره عن الفا مضروبه في التايم بتاع ان دوت اللي هو الاكتوال زائد 1 ناقص الفا في الاستيميشن بتاع المره اللي فاتت. يعني المره اللي فاتت كان ليها بيانين، ليها استيميشن كان موجود خلاص، وليها اكتوال حصل بعد ما دخلت واشتغلت فعلا. اوكي؟ فبيضربوها في الفا كنسبه كان انا عامل ايه؟ ويت. ويت للاستيميشن السابق ويت للفعل السابق. والالفا دي بتتراوح من 0 ل 1، بمعنى انا ممكن اديهم مثلا 50 50 50% 50% او ادي 80 20 70 30 حاجه زي كده. فهنا بيتضرب ده في الفا وده في 1 ناقص الفا المكمل بقيه الواحد يعني. وبالتالي بنعمل استيميشن. طبعا ده زي ما قلت ممكن يبقى الالفا بنص اللي هي يعني 50 50 كده، وممكن تبقى طبعا باي ويت تاني على حسب اللي شايفينه مناسب التقدير مظبوط اكتر ولا الفعلي ولا نبقى مقيدين بالفعلي اكتر حاجه زي كده. وطبعا الاستيميشن السابق بتاع ان ده هو معتمد على الاستيميشن والفعلي بتاع ان بلس 1 ماينس 1 ماينس 2 وهكذا. اوكي؟ طبعا هتقول لي طب اول مره هيعمل ايه؟
لا اول مره هيبقى استيميشن صفر مفيش بقى غيرهم كله استيميشن خلاص. فدي الفكره ايه بتاعتنا وجربوها في بعض الحالات لقوا الكيرف دوت الازرق ده هو الاستيميشن والاسود دوت الفعل اوكي. فتقريبا كان ايه يعني معبر الى حد ما لكن برضك ما زال ده ايه جيسي اهوت وما زال نجاح الالجوريزم نفسه هيبقى متوقف من الاستيميشن بتاعي ده سليم ولا لسه سليم. ايوه تمام عشان اخد اصغر الاستيميشن دول ما كلهم استيميشن بقى فلو راح الاستيميشن هكرر ما هو دوت معيار اختياري مين اللي يخش يشتغل الاول خلاص. طبعا ان هوت في بعض حالات اكستريمز كده هوت افرض عملت الفا بزيرو يبقى انا في الحاله دي بعتبر ان الاستيميشن الجديد هو معتمد على الاستيميشن السابق فقط وممكن نعمل الفا بواحد يبقى الاستيميشن الجديد معتبر ايه مرتبط بالاكتوال السابق وفقط اوكي. فطبعا برضك ما زلنا بنقول ايه لا هنا برضك ما زال ايه ما زال التكنيك دوت على الورق هو اوبتيمال لو انا فعلا اعرف الوقت الفعلي اللي بيقعده اللي ناوي تقعده اوكي. لكنه لو الاستيميشن كان فيه دي اي ديفيشن كده النتيجه كلها ايه الالجوريزم ممكن ما يديش النتائج بتاعته السليمه ويبقى اوبتيمال ايه الالجوريزم. وده اللي خلى اغلبيه الاحوال بيبقى التكنيك ده بيستخدم فقط للكومباريزون اشوف التكنيك الاخرى تعمل ايه واقارنها بده لان ده الاوبتيمال بالنسبه لي فكانه يبقى كانه بنش مارك كده اقارن بيه فقط اقارن بيه ايه فقط خلاص. طيب نرجع يبقى ده ايه المشكله اللي عندنا. طبعا اهوت الفورمولا دي بتورينا اهوت ان انا ما هو الاستيميشن اللي فات معتمد على الاستيميشن اللي قبله معتمد على وهكذا فكاني خدت الهيستوري كله اهو لغايه ايه لغايه زيرو مش كده. فده طبعا ايه حاجه ايه معروفه ومحسوبه. المهم زي ما قلت طبعا تقدير ان انا اختار الفا بكام كمان الفا بكده ولا كده ولا كذا كل ده بتبقى ايه مشكله في تحديد المناسب بالنسبه للالجوريزم ده وزي ما قلت بيبقى يعني مش ابليكابل قوي استخدام هذا الالجوريزم لهذا السبب. طيب اللي احنا عايزين نقوله بعد كده طبعا احنا خلاص قلنا ان احنا اوبتيمال وان هو هيطلع لنا مينيمم افريج ويتنج تايم ممكن نستخدمه زي ما قلت كبنش مارك نقارن الباقيين بيه قربنا من الاوبتيمال ولا لسه تمام وما نستخدموش اكتر من كده في السيستمز الفعليه. اللي عايزين نقوله بقى انه التكنيك ده على خلاف التكنيك السابق اللي هو فيرست كونفرنس سيرفيس اللي هو كان شغال نون بريمتيف قال لك الشورت دروب فيرست لو طبقناه خلاص ممكن نستخدمه نون بريمتيف وممكن نستخدمه بريمتيف. طب نون بريمتيف يعني ايه؟ زي يعني انا لو واحد اخترت حد من ده الاصغر ودخل يشتغل لو جه حد اصغر منه خلاص اللي حصل حصل ومش هقدر اقطع عليه نون بريمتيف. لكن البريمتيف بقى مع انه يعمل ايه؟ لو دخلت واحد ان هو اصغر واحد دلوقتي وبعدين جالي واحد اصغر منه من حقي اقطع على اللي جوه وادخل الايه؟ الاصغر. خلاص؟ وعشان كده بنقول ان احنا ممكن نطبقه بريمتيف او نون بريمتيف. النقطة بس هنا اهوت النقطة هنا اهو انه لما اكون هشتغل بريمتيف بقى لازم اكون واقعي برضه في ايه؟ انه اللي دخل اشتغل ده اشتغل شويه صح؟ وفاضل له شويه. فلو انا قارنت ما بين اللي جاي الاصغر واللي جوه المفروض ما اقارنوش بالوقت الاصلي اللي كان هياخده. اقارنه بالوقت المتبقي ليه؟ عشان ابقى واقعي. هخرجه ليه؟ جايز هو مثلا كان ده خمسه وده ثلاثه. بس الخمسه ده قطع اربعه منهم فاضل له واحد. المفروض ما اقارنش الثلاثه بالخمسه، لا اقارن الثلاثه بالايه؟ بالواحد. فعشان كده لما بنيجي نطبقه لما بنيجي نطبقه في حاله البريمتيف بيسموه شورتج ريمينينج تايم فيرست. عشان ايه؟ المعلومه دي. وبنختصره بكلمه الايه؟ الاس ار تي اف. شورتج ريمينينج تايم فيرست.
يبقى انا لما بتكلم شورت دي مين تايم فيرست يبقى انا بتكلم على شورت جوب فيرست بس باني نوع البريميتيف. لو قلنا شورت جوب فيرست مشكلتنا قصدنا مين؟ النون بريميتيف. برضك من الاسئله اللي دايما تتسالي في الامتحانات، هو ده معناه ايه؟ لقينا اهو. طيب معناه ناخد بقى المثال ونطبقه برضك نون بريميتيف اول مره وبعدين نطبق ايه؟ البريميتيف مره ثانيه. نفس المثال وهنشوف العمليه هتفرق. فتعالوا نشوف هنا اهوت، ادي الداتا اللي عندي هنا. شوفوا بقى طبعا احنا زي ما قلت احنا كنا في يعني تو اسامبشن مبسطين بيهم الاكزامبلز بتاعتنا قبل كده، كنا مفترضين الارايفال تايم بتاعتهم كلهم بزيرو قبل كده صح، وكنا مفترضين ان الكونتكست سويتش بزيرو. خلاص هنا ابتدى يظهر لي ايه؟ الارايفال تايم، ده اللي يظهر لي arrival time. يبقى لازم اخده في اعتباري في حاجتين، ساعة ما اخد القرار لازم اخد في اعتباري مين اللي موجود ساعتها صح؟ ما انا مش هاخد في اعتباري اللي لسه ما جاش، يعقل ان انا اخد في اعتباري اللي لسه ما جاش؟ اسمعوا دي حاجة. حاجة تانية لما اجي احسب الهودنج تايم انا بحسبه من ايه؟ من ساعة ما جه مش من زيرو. يبقى نقطتين نخلي بالنا منهم. فالاكزامبل ده فعلا كده، الاكزامبل ده فعلا كده بي 1 اهيت جاء في زيرو والتايم بتاعه سبعة. في 2 ده جه في 2 والتايم بتاعه 4 اللي عايزه وهكذا. اوكي؟ تمام؟ طيب كده وقف اللي كده مين اللي يخش يشتغل الاول؟ بي 1 اي نعم هو اكبرهم بس انا يعني هعمل في حسباني بي 2 وبي 3 اللي لسه ما جوش وانا اعرف منين السيستم يعرف منين ان هم جايين. صح؟ فطبعا هنا هو بي 1 هيخش يشتغل. هيخش يشتغل بقى وخرجه بعد ما يجي حد اصغر منه ولا لا؟ لا ده نمبر ايه؟ طالما دخلته يبقى اللي حصل حصل، ما اقدرش اتراجع عن القرار. خلاص؟ يبقى ده هيخش من ايه؟ من 0 ل 7 صح؟ وبعدين؟ طبعا لما يخرج في 7 هيكون كل الباقيين جوه. خلاص بقى الباقيين كلهم جوه. هيظهر لي مين بقى؟ بي 2 وبي 3 وبي 4 موجودين. ادخل مين؟ ها بي 3 لانه 1 كويس اصغرهم. بعد بي 3 طبعا بي 3 هيخش يشتغل من كام لكام بقى؟ من 7 ل 8 صح كده؟ من 7 لايه؟ ل 8. جه بعد كده دخل 2 ولا 4؟ 2. قاعده عامه، قاعده عامه مش نقول حادي بادي، قاعدة عامة لو تساوى برجع للأصل هو مين؟ اللي جه الأول. فبي 2 جاي في 2 وبي 4 جاي في 5 يبقى بي 2 هو الأولى من إيه؟ من يخش. وده طبعا حتى كلام منطقي ليه؟ لأن أنا لو دخلت بي 5 طب ما كده بي 2 ده الويتنج بتاعه هيطول صح؟ هيطول يبقى ده فير مش فير؟ يبقى تساوى أرجع لأصل التكنيك اللي هو فيرست كام فيرست ستيبس. يبقى هنا المفروض يخش بي 1 وبعدين بي 3 وبعدين بي 2 وبعدين بي 4 في الاخر اللي هو ايه؟ هيبقى كده صح كده؟ من 0 ل 7، من 7 ل 8، من 8 ل 12، من 12 ل 16 صح؟ طب نيجي نحسب الويتنج تايم بقى، لان طبعا هنا ايه؟ العمليه تختلف سنة اهو. بالنسبه لبي 1 0 اللي هو جه في 0 واشتغل في 0. نيجي لبي 3 او بي 2 الاول ماشي، خلينا ماشيين بالترتيب. بي 2 جه في 2 واشتغل في 8 يبقى 6. نيجي بعد كده بي 3 جه في 4 واشتغل في 7 يبقى 3. بي 4 جه في 5 واشتغل في 12 يبقى 7. ادي المجموع بتاعهم. مظبوط الكلام واضح؟ في مشكله؟ نجمعه ونقسم على عددهم هتطلع ايه؟ الافرج اهوت 4. ده لو هو ايه؟ نان بريميتيف. لو هو نان بريميتيف. طب لو هو بقى بريميتيف نفس الاكزامبل بس هنشتغل اللي هو ايه؟ بريميتيف شورت جوب فيرست اللي احنا بنقول عليه ايه؟ شورت ريمينينج تايم فيرست. قول. ما انا حسبته ازاي؟ مش احنا حسبناها مع بعض؟ ما سالتنيش ليه وانا بحسب؟ طب تعالى قول تاني.
انت دلوقتي احنا عايزين نحسب طبعا هو قدرهم هنا بالترتيب دول بالترتيب بي 1 هو جه امتى؟ زيرو دخل يشتغل امتى؟ يبقى انتظر حاجه يبقى زيرو انتظار. طبعا انت واضح ان انت ما حضرتش المحاضره اللي فاتت باينه ايه؟ انت لو كنت حضرت المحاضره اللي فاتت كنت فهمت. طيب بي 2 جه امتى؟ 2 ابتدى يشتغل امتى؟ 8 يبقى 7 6 انتظار اهو. بي 3 جه امتى؟ 4 ابتدى يشتغل امتى؟ 7 يبقى انتظر 3. بي 4 جه 5 وابتدى يشتغل امتى؟ 12 يبقى 7 انتظار. بس لا يعني هو طبعا عمرها ما تحصل في نفس الوقت بس قصدي ايه؟ في الحقيقه داخلين بقى حسب ترتيب الجدول يعني. مكتوبين ازاي؟ يعني 2 4 وكم مع بعض ونبقوا متعادلين في كل حاجه خلاص اعتبر 2 هي الاولانيه خلاص؟ يبقى دوت الايه؟ النمبر ايميتيف. البير ايميتيف بقى نفس الحاله بس هنعملها بير ايميتيف. وهنا بقى لازم نبتدي نفكر حتى طريقه ثانيه لحساب الويدنج بقى. ليه؟ لان البروسيس هتخش وتخرج وتخش وتخرج كذا مره. صح؟ طيب. تعالوا نشوف الاول وبعدين نقول لكم اسهل طريقه لحسابها ايه؟ عايزين تستخدموا اسهل طريقه كده عايزين تعملوها تعدوا على صوابعكم استخدموا. طيب هنا طبعا في الحاله دي في التايم زيرو مفيش عندي غير بي 1 برضك. تايم ايه؟ زيرو. اوكي؟ فهعمل ايه؟ فادخل في التايم زيرو بي 1. بس اول ما تيجي بي 2 في التايم 2 لا تبقى تشيك هي بي 1 دلوقتي فاضل لها قد ايه؟ 5 وبي 2 عايزه كام؟ 4. هنا بقى 5 ولا 4؟ يبقى بي 2 تخش وبي 1 تخرج. اوكي؟ وبعدين في التايم 4 جات لي واحدة كمان ايه؟ عايزة واحد. طبعا هنا في الحالة دي بي 1 لسه فاضل لها 5 وبي 2 فاضل لها كام؟ 2. يبقى 5 ولا 2 ولا 1؟ 1. يبقى تخش بي ايه؟ 3. هتخش من 4 ل 5 طبعا وتخلص وبعدين يبقى عندي بعد كده ايه؟ 5 ولا 2 ولا 4؟ يبقى 2 تخش 2 تخلص وبعدين الأربعة تخلص وبعدين 5 في الآخر. يعني كأن السيناريو بقى كده. صح؟ بي 1 اشتغلت من 0 ل 2 بي 2 من 2 ل 4 بي 3 من 4 ل 5 وخلصت. بي 2 هتشتغل من 5 ل 7 الكمالة بتاعتها. وبعدين بي 4 هتشتغل من 7 ل 4 ل 11 كلها. وبعدين بي 1 من 11 ل 16 كمالة بتاعتها. وكده كلهم ايه؟ خلصوا. اوكي؟ تعالى نحسب بقى الويتنج تايم. نحسب مع بعض الويتنج تايم. تدخل وخرج كذا مرة. الطريقة اللي أنا بقول لكم عليها أسهل طريقة عشان ما أقعدش أجمع شوية ويتنج هنا ويتنج هنا ويتنج هنا، طريقة سهلة قوي. اللي هي ايه؟ هو جه إمتى وخلص إمتى؟ جه إمتى وخلص إمتى؟ arrival time وخلص انت اخر مره يعني اخر مره خلص انت ده بالنسبه لنا اسمه ايه؟ terminal round time. لو انا شلت منه فتره الشغل يبقى الباقي كله ويت. صح؟ يعني انا بقول ايه؟ من الارايفل للفينش ده terminal round time. لو شلت منه فتره الاكسكيوشن اللي هو طالع لي في الجدول يبقى الباقي كله ويت. صح؟ دي اسهل طريقه. بدل ما نقعد نجمع شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. طب تعال نشوف بي 1 جه امتى؟ خلص امتى؟ 16. يبقى ده ترن راوند تايم لان ممكن يبقى مساله طالبه ترن راوند تايم. اوكي؟ اشتغل منهم 7 يبقى انتظار قد ايه؟ 9. 16 ناقص 7 9 مش 11. 16 ناقص 7 9. طيب بي 2 جه امتى؟ جه في 2. خلص امتى؟ 7. يبقى دول كام؟ 5. منهم 4 شغل يبقى الانتظار 1. خلاص؟ بي 3
جه امتى؟ جه في 4. خلص امتى؟ 5. يبقى تبنى داون تايم 1. اشتغل قد ايه؟ 1. يبقى مفيش انتظار. زيرو. بي 4 جه 5 وخلص 11 يبقى تبنى داون تايم 6. تمام؟ نشيل منهم 4 شغل يبقى 2 ويتنج تايم. اه. صح؟ يبقى الطريقة سهلة ولا لا؟ هنقعد نجمع شوية ويتنج، ده احنا لسه في تكنيكس قدام الراوند روبن، ده بيخش ويخرج كذا مرة مش مرتين وبس. هنقعد نجمع بقى ونحسب على ايدينا وعلى بتاع، لا هو دي طريقة أسهل طريقة. بي 4 تاني. اشمعنى بي 4؟ بقولها لك كلها كده. عشان اللي فارق منه هو اللي هيعرفها تاني. بي 1 جه امتى؟ زيرو. خلص امتى؟ 16. اخر مره خلص امتى؟ 16. يبقى من زيرو 16 ده اسمه الترنال راوند تايم بتاع بي 1. اشتغل قد ايه؟ 7. يبقى 9 ويتنج تايم. 16 ناقص 7 9. بي 2 جه امتى؟ 2. خلص امتى؟ 7. مش كده اخر مره. يبقى ايه؟ 5 تن الراوند تايم. منهم قد ايه شغل؟ 4. يبقى الانتظار ايه؟ 1. بي 3 جه 4 وخلص امتى؟ 5. يبقى تن الراوند تايم بتاعه كام؟ 1. كلهم شغل يبقى الانتظار 0. بي 4 جه 5 وخلص 11 يبقى 6 تن الراوند تايم. منهم 4 شغل يبقى الانتظار 2. خلاص؟ وجمعنا وقسمنا على ايه؟ على عدد. فطلع هنا الانتظار كام؟ 3. شوفوا هنا بقى الفرق، هنا كانوا 3 التاني كان 4. ده مجرد ان انا ايه؟ اشتغلت بريمت ولا بريمت؟ صح؟ طبعا ممكن لو دخلنا بقى في حسباننا كمان الكونتكست سويتش ممكن يطلع الاربعه افضل، لانه ايه؟ التحول في كام تحول هنا؟ 1 2 3. لكن هنا في كام تحول؟ في كام كونتكست سويتش؟ 1 2 3 4 5. صح؟ او لغايه ما يخرجوا كمان. فطبعا ايه؟ لو الكونتكست سويتش ليه طيب ممكن الافرج يبقى مختلف، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى ده الايه؟ الشغل بتاعنا وطلع 3. مثال تاني اهوت على شورتج ايه؟ ريميننج تايم فيرست. هنا برضك مثال تاني اهوت نجرب عليه. ده جه 0 1 2 3 وعايزين 8 4 9 5. مين اللي يخش الاول؟ ال 8 هتخش بس من 0 ل 1 بس، يبقى فاضل لها كام؟ 7. وطبعا بي 2 عايز 4 فتخش 4. خلاص؟ في تايم 2 فاضل لها 3 والتاني عايز 9. تكمل بي في تايم 3 ده 5 وده طبعا ايه؟ هي بي 2 هتكمل كده كده. وبعدين يبقى بعد كده فاضل لي 7 ولا 9 ولا 5؟ 5. وبعدين 7 وبعدين 9 اهو. صح كده؟ وطبعا نقدر نحسب ببساطه بقى خلاص الايه؟ الترنال راوند تايم والويتنج تايم ونحسب الافرج وكل حاجه. طبعا هنا لو ترجعوا بقى لان الطريقه اللي عملتها هي نفس الطريقه طبعا بتطلع نتيجه ايه؟ كده. هنا برضك عايز اقول حاجه برضك عشان اسئله الامتحانات، عشان انا ابقى قلت كل اللي عليا وما بالكمش حجه. ايه هو؟ ساعات بجيب مساله ما يكونش فيها ارايفل تايم، فبنفترض ان كله جاي في التايم ايه؟ زيرو. بقول انا عايز شورت الدروب فيلم. خلاص؟ يقعدوا يقولوا لي في حاجه ناقصه في السؤال، ليه يا عم مش ناقص ايه؟ قال لي مش محدد لي بريمت ولا نون بريمت. ما هم لو كانوا كلهم جايين في التايم زيرو الاثنين هيبقوا زي بعض، مش كده ولا لا؟ الاثنين هيبقوا زي بعض ولا لا؟ يعني هو اللي بيحصل ايه اللي في البريمت؟ انه في حد بيجي لاحقا بعد الايه اللي موجود، لكن هنا كلهم جايين في التايم زيرو، هيبقى ايه لاحقا بقى؟ صح ولا لا؟ يبقى برضك ما نوقعش في غلطه زي كده. خلاص؟ طيب. نيجي بعد كده التكنيك اللي بعده الثالث اسمه البريورتي. الثالث بيعمل ايه؟ بيدي بريورتي للبروسس.
يهرب من موضوع اصغر قال لك البيوت الاهم فالمهم اللي قضى في البيوت يخش يشتغل الاول خلاص فهنا بنعمل ايه كل بروسس جايه اديها ايه البيوت بتاعتها طبعا البيوت بتاعتها او البيوت بتاعت اليوزر بتاعها ايا كان ولما اجي اختار افضل بريوريتي من الموجودين خلاص طبعا دي برضك بالشبه كده ممكن تتطبق بريمتيف او نون بريمتيف صح واحد دخل ببريوريتي وجات واحد احسن منه خرجه ولا ما خرجوش هنا الفيصل نون بريمتيف ما خرجوش يكمل اللي حصل حصل بريمتيف لا يخرج وده يخش ايه مكانه طالع بريوريتي اعلى خلاص طب فهنا بيعمل اهو بيدي ايه انتجر نمبر يمثل البريورتي مع كل بروسس وغالبا غالبا بالنسبه للبريورتي بنعمل ايه؟ دايما الاقل في الرقم اعلى في البريورتي يعني اقول ده الاول ده 1 ده بريورتي 1 ده بريورتي 2 ده 3 فطبعا 1 افضل من 2 و2 افضل من ايه؟ من 3 طيب هنا اهوت اهو بنقول ايه؟ ممكن نطبق بريمتيف او ايه؟ نون بريمتيف تمام؟ طيب بنقول كمان انه يعتبر الشورت جوب فيرست هو نوع من انواع البريورتي صح؟ يعتبر ليه؟ بنعتبر كان انا بدي بريورتي للجوب الاقصر وكان الرقم بتاع الشورت الرقم الاصغر ما هو اللي هو اصغر في الشورت جوب هو الاعلى في البريورتي بقى فيعتبر نوع من الايه؟ من البريورتي خلاص؟ طيب قال لك الطريقه التكنيك ده كويس قوي بس ايه؟ في عيب ممكن يحصل ايه العيب دوت الاستارفيشن ايه الاستارفيشن قال لك لو البروسيس بالورد بتاعتها قليله وكل شويه كل ما يجي يقرب خلاص هيخش يجي حد احسن منه كده ايه مش هيقدر ايه يخش خالص وحتى في تيك السبوب بيقول لك مش عارف ايه كان في بروسيس قعدت لها مش عارف كام سنه ومش عارفه تشتغل يعني ايه كمثال المهم فالاستارفيشن دوت دي البروبلم بتاعت الايه بتاعتنا في التكنيك دوت لان الاقل ممكن زي ما قلت ايه يقعد ايه ما مش عارف ايه ياخد حقه خالص خلاص زي بالظبط كده المثال اللي احنا قلناه في الايه السيمافور لما قلنا الكيو لو طبقناها بريوريتي ممكن يحصل ايه استارفيشن طب حلوها ازاي هنا قالوا الحل بتاعها انه ايه؟ كل ما يقعد وقت نزود البريورتي بتاعته شويه. خلاص؟ العمليه دي بيسموها الايجنج. الايجنج ان انا ايه؟ كل ما يقعد وقت كل ما نعلي البريورتي، يبقى كده عنده امل ان هو يوصل ولا لا؟ عنده امل. هو مثلا ابتدى بريورتي 5 قعد شويه بقى 4، شويه كمان بقى 3 بقى وهكذا. يبقى ده عنده امل انه ايه؟ يشتغل. خلاص؟ فده التكنيك بتاعنا وادي مثال عليه. هنا مفيش ارايفال تايب مفيش ارايفال تايب يبقى هنطبقه بريمت ولا نون بريمت ما تفرقش بقى خلاص قلنا مفيش ارايفال تايب فادي البروس 10 1 2 1 5 والبريورتي ايه مين اللي يخش الاول 2 وبعدين و5 وبعدين 1 وبعدين 3 وبعدين 4 طب لو تساوى لا ده 100 برضه نرجع للاصل تمام طيب ادي طبعا الترتيب اللي احنا ايه قلنا عليه وطبعا نقدر نحسب الايه افريج وما جبناش سيرة ده كده ولا كده انت زي ما قلت ايه هنا المثال كلهم واصلين مع بعض في نفس الوقت وبالتالي مش هتفرق كانهم ايه نمبر اوكي طيب نيجي بعد كده التكنيك الرابع التكنيك الرابع قالوا ايه بقى ده مناسب للمالتي تاسك اللي هو التايم شيف ده ماله بقى قال لك انا ماليش دعوه البروسيس جايه تقعد قد ايه ماشي لا مين قال كده انا قلت البريورتي دايما نون بريمتيف لا انا بقول البريورتي هيبقى ما تفرقش بريمتيف ولا بريمتيف لو كلهم واصلين مع بعض. لان البريمتيف مساله ايه؟ ان حد جه وخد قرار ليه؟
وبعدين جه واحد بعديه بشويه احق منه اعمل ايه؟ صح؟ هنا كلهم جايين مع بعض، هقطع على مين بقى؟ ما هم يعني هيجي منين بقى؟ صح كده؟ يبقى الشوط الجو فيرست تمشي كده وكده. البريورتي تمشي كده وكده. الفيرست كام فيرست سيرفيس مالها؟ نمبر ليميتد ما تنفعش، لان هيجي واحد يقول لي انا اقدم من اللي موجود جوه، ازاي اقدم؟ ما انت جاي بعديه اهو. صح؟ ما ينفعش. يبقى هي دايما ايه؟ نمبر ليميتد. طب نيجي الراوند روب، زي ما قلت ان الراوند روبين ده عباره عن ايه؟ الراوند روبين ده عباره عن ايه؟ ايوه